وهذه فائدة للدعاة ولغير الدعاة، أن الذي يصلح الدعوة ليس كثرة المال وإنما الرجال الصادقون. والحمد لله من عاشرنا من إخواننا الدعاة والله ما علمناهم يطلبون الدنيا ولا يريدون الدنيا، بل والله يتسابقون في خدمة إخوانهم ويقدمون ما يبذلون. كلنا إخواننا العاشرناهم نحسبهم من الدعاة. واحد تلقاه عنده عربية وانت ماشي دعوة وما قادر يمشي معاك، يقول لك سوق العربية، يقول لا أنا ما بعرف، يقول لك جيب زول يسوق ويديك ويمشي، والثاني كذا والثالث كذا وكذا وكذا، نحسبهم والله حسيبهم. فالإنسان يعلم أن هذه الدعوة منصورة، ويخاف أولا على نفسه، لأن هذا الدين محفوظ، الدين ده محفوظ. الرسول عليه الصلاة والسلام الجبيه من عند ربي فارق الدنيا والدين ماشي، والصحابة شالوه فارقوا الدنيا والدين ماشي، والأئمة فارقوا الدنيا والدين ماشي. لقيت تخاف على نفسك أول شيء، صح تخاف على الإسلام أولا، لكن تخاف على نفسك ألا تضل ثم تزهد في الدنيا. الصحابة والأنبياء قبليون دعوة قامت على دعوة الناس إلى الخير وعلى عدم طلب شيء من أمور الناس. عشان كده رب العزة والجلال قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم شنو أجرا وهم مهتدون، ما داير منكم قروش ولا داير دنيا ولا داير كذا ولا كذا. وهذه من الآثار السيئة التي تركها الكثيرون عند الناس بسبب طلبهم للمال. ولذلك يا جماعة الإنسان يزهد يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، وإنت اليوم اللي بتعتمد على الله بيكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأنا عبارة بكررها بقول، إذا زول مندوب في شركة بتاعت بشر، مندوب بس ما مدير، بيمشي بيدعو الناس يجوا يشتروا من الشركة دي ويرغب الناس في البضاعة، بيدعو عربية وبيت وقروش ومرتب وكذا. انت بتدعو الناس ما لي شركة، تدعون إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن كل شيء كل شيء. ولذلك أصلا ما تخاف، انت بس اشتغل دعوتك دي سوي لك مصدر رزق كسبب، امش بعد ذاك الله بيرزقك ووفقك، واهتم بالعلم واهتم بالدعوة وانشر الخير. ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، يعني ظاهر الخير وباطنه شنو الشر. قال ابن الجوزي رحمه الله، قال ابن القيم عفوا رحمه الله في الفوائد، قال وبعض الناس يصلح ظاهره وباطنه تفوح منه الرائحة النتنة من سيئه يشمها الصادقون وتخفى على غير الصادقين. الصادقون بيشموها كيف يعني؟ بيشموا هل في ريحة ججت؟ ما في ريحة. هل بيعلموا الغيب؟ ما بيعلموا الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا ذلك، قالوا مكاشف، سموه مكاشف لأنه بيكشف في القلب، ما بيكشف في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أمرت، من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا بلسان، وإن كان الشهادة مع القلب دي التي تنفع، لكن هنا المقصود باللسان، لأن هذا بالنسبة للحاكم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وفي لفظ إلا بحقها، وحسابهم شنو؟ ليه قالوا حسابهم على الله؟ على الله تعالى.
لأنه أنا علي بالظاهر نازل قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلوا وأدوا الزكاة بعد دانا ما بكاتلون، لكن في قلوبهم هل هم على الصدق ولا على الكذب دي أنا ما بعلمها. عشان كذا قال وحسابهم الله قال الكلام ده منه الرسول عليه الصلاة والسلام، والله قال له وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. لا تعلموا النفاق ده وينه؟ زول يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والله قال لي لا تعلموا معناه أنت ما بتعلم شنو في القلب. تجي تقول لي مكاشف يعلم في القلب، بيعلم في القلب ومكاشف وكذا وإلى آخره، ودي عقيدة الصوفية بيعتقدوا إنه الغيب ده بيعلموه شيوخهم بيعلموه، زي ما قال البرعي قوماك نزاور الأولي الأقطاب لهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. والله سبحانه وتعالى في القرآن قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. نصدق الله سبحانه وتعالى ولا نصدق الصوفية؟ اوكي يمشوا للدجالين شوف لنا الرائحة وشوف لنا كذا وكذا، وده كله يا جماعة باطل يخالف دين الله سبحانه وتعالى. زول تبقى عقيدته في الله صحيح، ما بيعلم الغيب إلا الله، ما بيديك جنة إلا الله سبحانه وتعالى، ما تحلف إلا بالله، ما تتبرك بتراب، ما تنادي شيخ يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا. ودي من الأمانة توصل الكلام ده للناس، والله ده من الأمانة. والذي رفع السماء الليلة دي كنت كبير راكب مع زول في البلد ماشيين على السوق راكب معاه ورا، قال لي جات ركبت معاي مرة في المحل دي، قلت له اشتغل دعوة انت شغال كذا واجرك اشتغل دعوة، قال لي ركبت معاي مرة في المحل ده، قال لي لما ركبت قالت يا رسول الله، قال لي قلت لها يا مرة يا حاجة يا خالة ما تقول يا رسول الله قولي يا الله، الرسول ما بنادو لأنا بنادو الله بس سبحانه وتعالى، والرسول نفسه قال إذا سألت فسأل الله، قال لي فهمت والله، قال لي اللفظة اللي قالت لي قالت لي والله الرجال اللي أنا بركب معهم ديل خاينين ما علموني باللفظة دي كده. أنا والله ذكرت الموضع الليلة دي قالت لي وخاينين باللفظة دي. مرة كبيرة بتقيم انه زول اللي بينطق بالحق امين والزول اللي بيكتم الحق خاين، وديل قاعدين 16 سنة وعشر سنوات ما عارفين المعلومة دي ولا ما قادرين يطبقوها. ناس نسأل الله العافية.